بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لحد هنا الدرسين اللي سبقوا وصلنا لهون، ما كانش في عندنا نية يعني تأخذ أكثر من درس، لكن الوقت يبدو قصير. إذن الآن اليوم نحاول أنه يعني نتم الافتتاحية. الآن كنا نأخذ افتتاحيات سور. إذن آخر ما تحدثنا فيه معنى مقمحون. مقمحون، وبينا هذا الكلام. ولكن جيد نلفت الانتباه إلى أنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، هذا مش تمثيل، هذا مش يمثل. يعني القرآن قال مثلا مثلهم كمثل الذي، هي مثل، مثلهم كمثل. كثير في القرآن في تمثيل ويصرح بالتمثيل، بس هم بيقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إذن هذا مش صحيح أنه تمثيل. طب كل الناس بتعرف أنه مش بقصد الآن الأيدي هذه، لأنه ما كانوا أهل الشرك اللي ما بيؤمنوا دائما إيديهم مغلولة إلى أعناقهم وعناقهم مرفوعة فوق. إذن هو يتكلم عن الهيئة الداخلية، لأنه إحنا نجهل، إحنا الآن قد نعلم المحسوس هذا اللي هو الجسد، لكن النفس في الداخل والأغلال والسلاسل التي ممكن تمنع إيش. طبعا هون سلاسل مادية وهناك سلاسل إيش. إذن هو يكشف عن بعض حقائق النفس البشرية، وأنها يمكن أن وأن النفس البشرية ممكن أن تغل كما يغل الجسد، وأن النفس البشرية يمكن أن تقمح كما يقمح الجسد. هذا كله تحدثنا فيه، وكان واضح انه عم بتكلم سبحانه وتعالى عن اعراض هؤلاء الناس وتكبرهم عن اتباع الدعوة. طيب، حتى لا نرجع للدرس الماضي. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. طب برضو السد اللي بتكلم عنه هون سد مادي يعني مرئي، يعني المشركين كان دائما يكون في قدامهم سد وخلفهم سد وشايفينه احنا، لا هذا، وانما يتكلم عن سدود، لانه دائما السد بتعني موانع، موانع في مانع، مانع بيمنع، بيمنع من ايش؟ الان بيمنع من الايمان. في سدود، مثل ما في سدود مادية في سدود ايش؟ تتعلق بالجانب النفسي والروحاني عندنا، بيمنعها يعني حتى لو بدها ما تقدر. طيب، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. شوي نتوقف هنا ونلفت الانتباه لقضايا. القضية الاولى، مثل ما في قوانين صارمة في عالم المادة، في عالم المادة في قوانين أخرى تتعلق بالنفس البشرية. مثلا عندما نقول الحديد يصدأ بالرطوبة، الحديد بيصدأ بالرطوبة، والله الإنسان بوضع يعني بوضع باب لبيته، بيجعل باب لبيته بدون ما يدهنه، ولو كان هذا أتقى الناس، أتقى الناس، ولو بقي يدعي الله سبحانه وتعالى مليون سنة يا رب ما يصدأ الباب، بيصدأ ولا بيصدأش الباب؟
بصيبه الصدر ولا ما بصيبوش؟ لانه هو اصلا قاعد به هو قاعد هو هذا الانسان مش عم باخذ بالاسباب، هو بيعلم انه في قانون انه الحديد يصدأ. وحضرته بقول لك انا تقي، اكيد الحديد تقي وقريب الى الله والله بيحبني، اكيد بابنا مش رح يصدأ، فيش داعي ندهنه. ايش هذا؟ وما بتلاحظوا انه قوانين صارمة ما فيها فيش مزح؟ والنفس البشرية ممكن تصدأ، ممكن تصدأ النفس البشرية. ذاك قانون يتعلق بعالم المادة، وهون قانون ثاني يتعلق بإيش؟ بالنفس البشرية. وتصل النفس البشرية إلى مرحلة من الضلال لا يرجى لها إنابة، ما فيش. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب الرجل نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب أخرى نكتت أخرى. طيب وبعدين حتى إيش؟ حتى يسود قلبه. شوفوا هذا التعبير الآن، اسوداد القلب. طب الاسوداد في عالم الحس معروف، طب والاسوداد في عالم المعنى والروحانيات إيش هو؟ المهم الرسول قال فلا ترجى له إنابة، ما فيش مجال. وفي القرآن لمح أكثر من مرة مثلا بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الكسب السابق، على فكرة الكسب السابق هو اللي شوي 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 حتى يغلق تمام. وأحيانا بصير إيش؟ كأنه يختم، وإذا ختم على القلب انتهى الموضوع. ما احنا غالبا ليش بنختم الختم؟ مشان ما حدا يدخل الختم، مشان ما حدا يدخل. في نفوس بتوصل لدرجة انه يختم انتهى، لا يدخل الايمان. طب ليش؟ قوانين. لذلك الله سبحانه وتعالى بيكشف لنا هذه القوانين حتى لا نقع ونصل لمرحلة انه ما في مجال الايمان. انتم بتصادفوا ناس في حياتكم اليومية تجده غير معني بالدين من اصله، احكي له في اي موضوع، احكي له في الاقتصاد، احكي له حول النساء، احكي له حول اي شيء بدك اياه، بس ما تحكيش في الدين. ينفر نفور او بقول لك ما بيعنيش. انت اصلا ما تحكي، في بعض الناس لما تتكلم معاه بتدرك انه هذا بيعنيهوش. طب ليش بيعنيهوش؟ طب ما هو اصلا يجب ان يكون السؤال الاول اللي يسأله كل انسان عنده حكمة، انا ليش موجود؟ طب بتاكل وبتشرب مشان تكون موجود، طب ممتاز. ليش؟ لما بوصل في بعض الناس ما بيسأل ليش انا موجود وين رايح، بسألش. طيب مين هو هذا اللي احنا ممكن نحكم عليه بانه انتهى لا يمكن ان يؤمن؟ احنا كبشر ما عندنا القدرة على ان نحكم على انسان انه بل وصل مرحلة الران اطلاقا حتى يموت. وحتى لما بيموت ما إلنا قدرة انه نحكم اين هو. لذلك ديروا بالكم من القواعد المهمة في الدين، لا نستطيع ان نحكم على شخص بعينه من اهل النار. مين ما يكون شخص بعينه انه من اهل النار. طب ابو لهب ذاك القرآن قال ابو لهب سيصلى نارا، فمنقول ابو لهب يصلى لانه في نص عن من الوحي، في نص من الوحي. اي انسان ثاني قد ما يكون مجرم، قد ما يكون كافر، لا نستطيع ان نقول فلان في النار، لا نستطيع. انما نقول الكافر في النار، الفاسق في جهنم. مش هيك؟ واضح. اما فلان في جهنم ايش عرفك؟ لذلك اذا احنا مين هذا اللي بلغ مرحلة الران حتى نتوقف عن وعظه وما نضيع وقتنا؟ انت ما بتعرف. طب مين اللي ممكن نحكم عليه في جنة او نار؟ مش بس على فكرة الجنة ما بنقدر نحكم، النار والجنة كمان. تيجي تقول لي فلان في الجنة ايش عرفك؟ ايش عرفك انه في الجنة؟ المؤمن في الجنة والصادق في الجنة والتقي في الجنة. اما فلان حتى المتحر
شو ماله المنتحر؟ في النار بقدر تحكم عليه في النار؟ لا طبعا المنتحر كيف بدك تحكم انه في النار؟ المنتحر في النار بس مش فلان اللي انتحر. كمان مرة، المنتحر في النار بس مش فلان اللي انتحر. ليش؟ يعني انا اعطيك امثلة بسيطة، ما هو في جزء نسبة لا بأس فيها من اللي بنتحروا، ممكن ما تقلش عن 30-40%، بكون في حالة نفسية غير مؤاخذ، بكون في حالة نفسية غير مؤاخذ شرعا اصلا، وصل الى درجة ناسي النصوص وناسي كل شيء وذاهل عن نفسه، فانت بتحكم على ظاهره انه انتحر، لكن في حين هو مش في حالة طبيعية، في حالة من الاكتئاب الشديد، في حالة انفصام، في حالة كذا، في حالة ايش عرفنا نحن. اما المنتحر بشكل عام عقوبته النار. طب اي منتحر بكون في النار؟ لا ما بنقدر. واحنا لما نقول الشهيد في الجنة، هو احنا نتمنى يعني نرجو ان يكون شهيد لانه ظاهره شهيد، بس ايش عرفنا نحن، بلكي هو مع هالصف بيتجسس لليهود وراح فيها، ايش عرفنا نحن مثلا. التفاصيل طويلة، بس احنا نحكم على الظواهر نحن، بس ان نحكم انه انسان هذا في الجنة بدون وحي وانه هذا في النار بدون وحي، هذا ما بيطلع لنا. التقي في الجنة والمؤمن في الجنة والكافر في النار. ها لحظة، مش فلان، لانه يوم القيامة في حساب. ايش يعني حساب؟ يعني بتناقش الامور امام العادل، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، بيسأل بقيم، تقام الحج عليه مش مقام الحج عليه، قبل منه ما قبلش، ايش دخلك انت؟ انت بلغ القانون والقاضي هو الله. هذه قضية مهمة دير بالكم، احنا نبلغ القانون والقاضي هو الله، احنا نبلغ القانون والقاضي هو الله، وايش القاضي بده كيف بيحكم؟ احنا ما منميع القانون، احنا منبلغه تماما زي ما هو. ويوم القيامة بقول بلغك القانون، بلغني القانون، تعال نتحاسب. نتحاسب، ممكن يكون نتفاجأ احنا، ما هي امرأة سقت كلب فغفر لها وهي كانت زانية، مش هيك؟ ما ندري كيف. ثم الله مطلع على القلوب. فاذا ليش تكلمنا هذا الكلام؟ لانه الله سبحانه وتعالى هنا في السورة لما قال لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، طبعا شرحناها، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى اذقان فهم مقمحون. احنا ما شفنا اغلال حسية، اذا بتكلم عن الاغلال في عالم المعنى والنفس والروح. واستد نفس الموضوع، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبق قلنا إنه الغشيان، وهذا مر معنا لما فسرنا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها بشكل والليل إذا يغشاها، قلنا الغشيان مش بس التغطية، مع استيلاء وهيمنة. وهون ألفت انتباه شوية، انه بالنسبة للأخوة اللي بيكونوش حاضرين الحلقتين السابقات لما فسرنا مقمحون وغيرها، هذا بينزل عندنا في اليوتيوب بعد فترة، بينزل في اليوتيوب الدروس، كل الدروس اللي كانت في التفسير نازل الآن، بجوز صار 36 درس نازلت، وهذا بينزل بالنسبة للي ما حضرش الأول والثاني في سورة ياسين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. قلنا الغشيان مش فقط التغطية، تغطية مع استيلاء وسيطرة هيمنة. بين أيديهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، طبعا قرئت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدة. العجيب انه بعض اهل التفسير لما بده يتكلم عن قراءة سدا وقراءة سدا، بعضهم بيقول السد ما كان من صنع البشر مثلا، والسد ما كان من صنع الخالق، او وبعضهم بيقول السد ما كان من صنع الخالق والسد ما كان من، وهذا عجيب طبعا.
هذا عجيب في التفريق بين سد وسد. ليش؟ لأنه أصلا الآية بتقول جعلنا من اللي جعل الله وجعلنا من بين أيديهم سدا، هو اللي قال، والله قال وجعلنا من بين أيديهم سدا، إيش دخل البشر حتى نقول سدا من صنع البشر وسدا من صنع الخالق أو العكس؟ طب ما هي القراءتين عن الرسول متواترات، والله اللي بيقول وجعلنا بشيك وجعلنا من بين أيديهم سدا. فغالبا غالبا لا يوجد فرق هون بالذات، ما يوجد فرق أكثر من كون القراءة هنا لها علاقة باللهجات. يعني في قراءات علمها الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق بمعاني جديدة. يعني مثلا نفرض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هون أفرق المعنى الغسل والمسح، تمام؟ أو وإليه يرجعون، هنا يرجعون هم الغائب، وإليه ترجعون يعني المخاطب. لكن لما يجي يقول أمهاتكم ويقول إمهاتكم بشيك كقراءة ثانية، هذه ما إلها علاقة بالمعاني، هذه إلها علاقة بلهجات العرب المعتمدة اللي هم بشكل كلهم الفصحى كانوا لهجات عربية. إذن أمهات وإمهات هاي ما بتفرق في المعنى. مثل بيوت وبيوت، بيوت بيوت، هذه ما لها علاقة بالمعنى، هذه لها علاقة باللهجات. ويبدو انه سدا وسدا هي لها علاقة باللهجات مش بمعنى جديد، حتى يقال السد من صنع البشر والسد من صنع الخالق او العكس. قلت هذا الكلام ونبهت إليه لانه موجود الحقيقة في كتب التفسير، وكأنهم مش منتبهين انه يتكلم الخالق في القراءتين، وجعلنا من بين ايديهم سدا وجعلنا من بين ايديهم سدا، يقول الخالق شو جاب البشر في الموضوع. طيب فاغشيناهم، نيجي الان جعلنا من بين ايديهم ومن خلفهم، هو هذا يصبح هذا الانسان ما عنده قدرة لاعتبار ان يعتبر بالماضي، لانه اللي خلفه ايش؟ الماضي. لما يكون الخلف الماضي، وديروا بالكم الناس اللي بيستوعبوا التاريخ وبتعلموا دروسه وبتعظوا بيستفيدوا لقدام. والقرآن لماذا تحدث عن مصائر الأمم السالفة أصلا؟ مشان تكون دروس. هذا بيكون ما يعتبر بالدروس إيش؟ الماضي. والعجيب فعلا كم من إنسان حملوا الناس إلى المقبرة ما كانش متعظ بمن سبقوه، ولا كان بتصور انه حضرته بموت زيهم. يا ما حمل ناس على المقبرة هو وشاف في حياته هل اللي كانوا متكالبين على الدنيا، واللي ما فيش في عينيهم ما بيملأها الا الدنيا، هو كان بيرى ولا ما كانش؟ طب عجيب، ليش ما اتعظ هو؟ انتو انا وياكم احنا مش مدركين 100% انه الناس اللي حملناهم من المقبرة رح نحمل مثلهم. طيب قديش قادرين نستفيد من هذا اللي خلفنا، التجربة اللي خلفنا هاي للأمم كلها؟ اين الملوك؟ واين وين الأقوياء؟ وين الأذكياء؟ وين كل هذا صار ماضي ولا لا؟ في ناس عندها القدرة ان تتذكر وتعتبر دايما، لحظها تتذكر وتعتبر، وفي ناس يا اشي عجيب مش ما بتذكر ولا بيعتبروا. هذا وجعلنا من بين ايديهم ومن خلفهم، هذه ايش؟ خلفهم، وكأنه كل المواعظ اللي سبقت. هذا عجيب على فكرة، هذا عجيب. كيف يفسر البدهيات هاي انك بدك تموت، البدهيات انه العروش بتزول، البدهيات والقوة في الاخير بتضعف، وتفاصيل كله ما بيطعف. اذا هذا غير قادر على النظر الى الخلف، معناته في سد. ليش؟ لانه من كثر ما هي بدهية كان لازم يطعف. طب كيف بتطعفش؟ اذا في تدخلات في الموضوع، في اشي بمنع نتيجة ممارساته السلبية يطمس ما يرى. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، إذن هو ما يقدر يتعظ بالماضي. طيب ولقدام
لاحظوا هذا، وجعلنا من بين أيديهم، إذن الأمام المستقبل، مش هيك؟ المستقبل. إذن هو ما بيستفيد من الماضي للمستقبل، هو أيضا لا يستطيع أن يتصور مستقبله. كثير من التقاع فكرة والمؤمنين بتميزوا بأنهم عندهم قدرة على أنهم يتصوروا المستقبل وهي قادم، وأنا ليش يعني ما يعني ما هي المسألة صارت معروفة، هاي الماضي وبعدين مستقبلي. فتجد المؤمن أكثر الناس حساسية بالنسبة للمستقبل، ديروا بالكم، المؤمن أكثر الناس حساسية بالنسبة للمستقبل، لأنه هو يحسب للأمام. ولا شو اللي بيخليكم تعانوا أنتوا أحيانا في البرد والشتاء وقوم الصلاة وهذا الصيام وهذا التفاصيل وكله، كل هذا معناته في عندكم حساسية بالنسبة لإيش؟ للمستقبل، للمستقبل، مش هيك؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدق فأبقيت، هذا مستقبل، تصدق هذا مستقبل. لكن هذا اللي يتكلم عنه القرآن هنا هذا ما بيعرف، ما بتعرف بالماضي، وفعلا بتشوفوهم تندهشوا كيف ماشي هذا، ما شاف. طيب ما شاف ما بيحسب، لحظة، ما شاف في الماضي وما اعتبر، طب ما بيحسب، ما بيحسب لقدام. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، إذن في تغطية وسيطرة واستيلاء، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، انتهى الموضوع. طب ليش الله سبحانه وتعالى بيخبرنا عن هذه الأنواع اللي وصلت وقديش هي ومين هي مندريش احنا، هو يكشف لنا عالم غيوب عن ناس ما فيش مجال، لكن انت مرات تقدر تقدر فلان وفلان هذولا، بتلاحظ عليهم لا هو معتبر بماضي ولا حاسب بمستقبل، بقولوا له بتموت يا زلمة، شوف هذا المستقبل، بتموت يا زلمة، ولا هو مصدق لآخر لحظة. في منهم كان ينازع، وقصص على فكرة، كان ينازع وهو يوصي أهله بالمعصية، منهم في النزع الأخير يوصي بمعصية. والكلام فعلا عن قضية سوء الخاتمة وأمثلة على سوء الخاتمة والناس. إذن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن ليش هذا الكلام إلنا؟ لأنه أحيانا، لحظة، أحيانا المؤمن يظن إنه القضية الإيمانية هي قضية فقط براهين عقلية، براهين عقلية. وأحيانا أنت بتشعر بالعجز، إيش معنى هذا الإنسان أقدم له أنا كل البراهين، كل البراهين، ما يؤمن، لا يكون أنا فكرتي ضعيفة، لا يكون ما عندي البرهان الكافي لاقتناعه. الرجل هذا جينا له من كل الأماكن، قدمنا له كل الأدلة، أنت حتى لا يصير عندك أنت شعور بقصور فكرتك عن الإقناع، بقصورها عن الإقناع، وانه لعله الدين برضه، لعله الدين بنصوصه وما اتى به من براهين مش عم بيثبت، بس ممكن يصير هذا في نفسك انت، لا هو عم بتحدث لك عن كيف ان المعاصي عندما تستولي، المعاصي اللي تتكرر، دير بالكم المعصيه دائما لما الانسان بيرتكب معصيه تبدا كبيره، ثم اذا كررت تصغر 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 تصغر، حتى في الاخير بقول لك وايش يعني، ايش يعني، ايش فيها، مش شايف شيء. في الاول تبدأ كبيرة المعصية، ثم بتصغر، ثم والطاعات تبدأ كبيرة وثقيلة على نفسك، بعدين بتصير إشي بتهواه، بتحبه، بتعشقه، انتبهتوا عليه هذا القانون كمان مرة. المعاصي بالنسبة للإنسان أول مرة بتكون كبيرة في نفسه، كررها بتصغر، كررها بتصغر، 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 بتصغر. بعدين في الأخير بيميزش، لحظة، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولا يرى أصلاً إنه فيها إشكال. وقديش بتلاقوا من هذول الناس اللي بيقول لك وش فيها؟ حريات، ويعني مش هيك؟ ما عادش يشوف، ليش انت بتشوفه وما بشوفش؟ والطاعات بتبدا ثقيله، الطاعات بتبدا ثقيله، كيف التمرين الرياضي اللي اول مره بتدرب بعد سنتين ثلاثه بتشوفوا ايش؟ هالانسان القوي النشيط، انسان قوي النشيط، لكن حتى وصل هاي المرحله عانى.
والنفوس بنائها بالطريقة نفسها بدها رياضات، رياضات حتى تقوى النفس البشرية وتصل إلى درجة أنه ترى الأمور بطريقة مختلفة ويغمرها السعادة وتصبح حتى المصائب بالنسبة للإنسان إيش ما تأثر، يعني لأنه مبني مبني مبني. ممكن يصير حادث سيارة، اثنين ننقلهم لغرف الإنعاش، اثنين في حادث صدام، تفوت على الأول، تفوت على الأول تجده يبتسم لك ويعزيك هو متماسك، تدخل على الثاني يا قرايبي وجايين كل الناس يا وبهمش ويا فلان منهار. ليش؟ ليش هذا يعني متماسك وليش هذا منهار؟ ليش هذا هو يعزيك؟ هذاك بده كل البلد تيجي توقف معه، ها؟ لأنه هون في أنت شايفه عضلات صح، بس نفس ضعيفة، شايفه عضلات بجوز بس نفس ضعيفة، نفس ضعيفة. الناس بدها تبنى تماما زي الجسد، الجسد الذي لا يعمل يموت، النفس التي لا تعمل تموت، الجسد الفكرة التي لا تعمل تموت. ومين أقوى الناس فكرة على فكرة؟ مين؟ مين اللي عقائدهم قوية اللي بيمارسوا فيها؟ العقائد مش مجرد أفكار، ممارسات. العقائد ممارسات، بتمارس الفكرة تقوى، الفكرة بتمارسش تضعف. قانون الجسد، مش قلنا قوانين؟ قانون الجسد نفسه، الجسد يمارس يقوى، لا يمارس يضعف. والنفس نفس الطريقة. ولذلك إذا ليش مكشفنا عن هذه الحقائق؟ لأني أنا كمسلم أحيانا بقول عجيب، ليش ما يؤمن هذا؟ قدمنا له كل شيء، بصير أشك زي ما قلت بقدراتي، أو أشك بأنه الدين قدم النصوص الواضحة، وأشك في كثير من المسائل بتدلش. يعني النظام الكوني هذا ما يدل على وجود الخالق؟ عجيب. ليش في ناس ما مش عم بي قال لك لا، هذول وصلوا مرحلة التدخل الرباني لمنعهم من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى غاية شريفة. الله مش فيزياء وكيمياء، مش رياضيات، أي واحد ممكن يعني يتعلم ويصير يعرف. لا، طريق الله طريق صاعد وغاية شريفة، ما بيسلك سلوك شريف ممنوع، مش بس ممنوع وممكن يضل. وهذا ما توضحه الآيات من سورة ياسين، إذن اللي قالت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم، لاحظوا مش سواء عندهم، سواء عليهم، لأنه لما أقول سواء عندهم معناته أنا عندي أنذرت ولا ما أنذرتش، مش مفرقة معي، أنا عندي. إذا ما قال وسواء عندهم، وإنما يقول سبحانه وتعالى وسواء عليهم، بمعنى تأثير الإنذار عليهم، أنذرت ولا ما أنذرتش، التأثير واحد، فيش أثر، فيش أثر. يعني كيف لما نقول إحنا بتكلم حجر أنت، يعني شو يأثر صوتك في الحجر؟ شو يأثر صوتك في الصخرة؟ شو يأثر صوتك في الصخرة؟ لاحظوا، إذن لاحظوا تعبير وسواء عليهم، مش سواء عندهم. إذا مش هم اللي بيستوي عندهم إنك تنذر ولا ما تنذرش، لا، تأثير الإنذار وصل في الأمر، وصل الأمر فيهم إنه تأثير الإنذار عليهم تأثير زي عدمه، تأثير الإنذار في نفوسهم زي عدمه. أنذرت ولا ما أنذرتش؟ وفي ناس بتقابلوهم مثل هيك ولا لا؟ في ناس بتقابلوهم مثل هيك، يعني أنذرت ولا ما أنذرته؟ شو أفرق يعني بعد ما حكيت معه أنت؟ ولا شيء، ولا شيء. طيب، أيأس أنا من الدعوة إلى الله؟ لحظوا، أيأس من الدعوة إلى الله لوجود هؤلاء الناس؟ لا، عم ببين لك إنه المسألة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح في قضية التربة، وبشكل عام يعني ما ينزل على صخرة صلدة فيش إنبات، بينزل على أرض غور يعني تغور الماء، تنزل على أرض بتمسك الماء، أرض صالحة وطيبة تنبت، أرض خبيثة ما تنبت، أرض
أرض صلدة ما تنبئ. طب انتبهتوا كيف؟ لازم تعرف انه الناس نفس الشيء، والناس على فكرة معادن، وبالتالي اذا لما نوقع امام صخرة انه هذا ما به، مش نصير نشك احنا في انه الدعوة، الدعوة ممكن تنجح ولا ما تنجحش لانه اصطدمنا بصخرة فلان. لا، هو بده يوضح لك حقائق في المجتمعات البشرية، راح تجد هذا النوع، وممكن يكون اكثرهم حتى، وقلنا الاكثر ممكن يكون 51%، مش معناته 90. ممكن تجد من ذول الناس، ما تتوقفش لانك تعرفش مين هو، وفي نفس الوقت ممكن غيره ممكن يتعظ على فكرة بشكل يدهشك. وهذا من نلحظه في عندما تفاجأ انت بالناس اللي بيسلموا، تتفاجأ بالناس اللي بيسلموا انه هذا الانسان ما كنت تتوقع باي حال من الاحوال، لما تتكلم انت امامه هالكلمة الصغيرة اللي في منظرك هي صغيرة، انها تحفر عميق في نفسه. لانها ديروا بالكم هي الكلمة صادفت ايش؟ يعني ارسالك صادف استقبال، وبالتالي اياك انك تبخل بموعظة. ليش؟ لانه ممكن موعظتك انت بالذات تصادف كما قلنا عنده هذا المستمع استقبال كامل، لانها النفوس ابواب ما تدري من اين تفتح. النفوس ابواب، ايش يفتحها؟ لذلك ايام الرسول صلى الله عليه وسلم مرة احيانا كرم الرسول كان يفتح باب فلان من الناس، كرمه. وفاء الرسول يفتح باب واحد ثاني، عفو الرسول يفتح باب واحد ثالث. طب شو اللي مانعهم كان من لانه مرات اذا قوة الفكرة غير كافي، قوة الفكرة غير كافي. في امور ثانية في النفوس البشرية، في اشي بصد وفي بيجعل بعض الناس سهل يتقبل. لكن ممكن اليوم احنا ننصح الناس اذا بده يكون في اولويات في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، مين اختار؟ ممكن تقدر مين اللي ممكن يستجيب. مثلا واحد كريم هذا يستجيب اكتر واحد، واحد وفي هذا ممكن دير بالك ركز عليه، واحد بيحب امه وابوه وعلاقته بامه وابوه كويسة ومعهم يعني هذا حتى لو كان ملحد هذا دير بالكم ممكن تدخل له قريب. اما واحد خاين، انتبهتوا؟ واحد امه وابوه في القبو وهو في الفيلا فوق مثلا، تفاصيل طويلة. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم، اذا في التأثير فيهم، وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انما تنذر، مين اللي تنذر؟ انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خلينا نشوف هون. اول شيء خشي الرحمن، هو الواحد بيخشى الرحمن؟ ما هو رحمن بخشاه انا وهو رحمن، يعني ابلغ من رحيم. لذلك ممكن توصفوا انتم العباد بانه فلان رحيم، بس ما تصفوه بانه رحمن، ما تصفوه انه رحمن. واكيد بيختلف معنى رحمن عن رحيم من ناحية مين ابلغ، والابلغ واضح انها رحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فصلوا العلماء في قضية شو ممكن يكون في فروق بين الرحمن والرحيم، ولكن واضح. وعلى فكرة يعني لفظة الرحمن وردت في القرآن 57 مرة اظن الان اذا مش ناسي في حدود 16 مرة. وين موجودة؟ في سورة مريم. 16 من 57 بجوز 15 اكون ناسي. ماشي، لاحظوها في سورة مريم. وهذا هذا لما بتدخل انت للسورة معناته، لما تدخل للسورة خلي في ذهنك الرحمن، سورة مريم بالذات وانت تدرسها. ما ايش معنى يعني في القرآن كله 57؟ طب ما هي اصلا سورة مريم مثلا 961 كلمة، 961 كلمة، القرآن كله 77407، فأنت قول 77407 تقسيم
تقسيم 961 اللي هي كلمات سورة مريم، تجد انه نسبة سورة مريم بالنسبة للقرآن قليلة جدا، يعني قصيرة، هي قصيرة السورة نسبيا مش هيك؟ ومع ذلك الرحمن 16 من 57، الا اذا كانت 15 16 من 57 الرحمن في سورة مريم. هذا غير كلمة الرحمة مثلا، كافها يا عين صاد ذكر رحمتي، شوفوا كيف بدت كمان، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طب الآن نرجع، وخشي الرحمن، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. خشية، إيش خشية؟ أحيانا بصير خلط بين خشية وخافة، بصير خلط بين خشية وخافة، وكثير من أهل التفسير ممكن يرى إنه الخشية تكون خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، ولكن يبدو الخشية بعد التدقيق يعني ودراسة الموضوع يبدو الخشية مش هيك. كمان مرة، إذن هل هي الخوف؟ لا، كيف الخوف؟ مش هي الخوف. طب في قاسم مشترك بين خوف وخشية؟ يعني خشية لازم يدخلها خوف ولا لا؟ لاحظوا، طب هي خوف مع تعظيم زي ما يذهب الكثير، هي خوف مع تعظيم الخشية، ولا الخشية شيء ثاني؟ الخشية، لاحظوا حتى نشوف ايش الخشية. لما يكون الإنسان، نعطي مثال الآن، مدرك انه في مخاطر حول البيت مثلا، فيقول لأهل بيته مثلا، او في لصوص في البلد، انتوا سكرتوا الباب قبل ما ننام، احتطوا في القضية الفلانية، احتطوا في القضية الفلانية، احتطوا في القضية الفلانية. انتبهوا الآن، مشان ايش؟ مشان اذا جاء الخطر يكون كل شيء ايش؟ محسوب حسابه. اذا في نوع من الاحتياط، في نوع من التحسب والاحتياط، ثم انا قلت بسلوكيات معينة مشان ما يحصلش الشيء، هذه الخشية. طب اثناء هذا الكلام بيكون في خوف ولا ما فيش؟ في خوف من اللصوص، في خوف من اللصوص، فانا احتطت باحتياطات. واليوم على فكرة من ضمن ممارساتك في الخشية مثلا، لما بتخاف من اللصوص، اليوم صاروا يحطوا كاميرات، وصرنا نروح يركبونا ابواب مشان يزمر، هذه من ضمن الخشية على فكرة، من ضمن معاني الخشية، سلوكيات تقوم فيها انت وتحتاط وتدابير مشان ما يحصلش الشيء المتوقع. هو في خوف ولا ما فيش؟ في، لكن لاحظوا، لكن هو بالدرجة الأولى الخشية هي ممارسات تقوم فيها أنت حتى لا يحصل الشيء اللي أنت خايف منه، هذا شو بسموها؟ خشية. إذا نستحضر هذا المعنى وإحنا نقرأ عن الخشية في القرآن بشكل عام. إذا هي مش مجرد خوف، لأنه ممكن واحد يخاف ويقعد في الزاوية يضل عامل هيك خايف، مالك خايف؟ طيب شو عملت مشان يعني ما يجيكاش الخطر؟ ايش عملت مشان ما يجيك الخطر؟ اذا مارست ممارسات تدرأ عنك هذا الخطر، لانك عندك تحسب وتحفز وتفاصيل، وقمت بالاحتياطات كله، هذه هي الخشية. اذا الخشية مش خوف، لا، الخشية هي ممارسات وسلوكيات واحتياطات حتى لا يقع ما تخافه، حتى لا يقع ما تخافه. ليش بنقول هذا الكلام؟ حتى نفهم ايش يقال هون لنا. ايش نخشى؟ نخافه بس؟ خاف الرحمن بس خافه؟ لا، يعني اتخذ كل الممارسات حتى لا تدركوا عقوبة الرحمن. الرحمن وخشي الرحمن، خشي الرحمن. طيب شوفوا الآن قديش معنا؟ ايش خص الخشية بالعلماء؟ لما قال انما يخشى الله، ايوه، لانه العالم عرف، ولانه عرف يحتاط وبيتخذ تدابير وبيسلك وتفاصيل واحتياطات، مش هيك؟ لانه عرف مش هيك؟ فبالتالي ما ناخذش الخشية مجرد خوف بدون سلوك وممارسات تمنع وتدرأ اللي
الشيء اللي ممكن احنا خايفين منه هذه ما تسمى خشية، هذا خوف. خوف ايش قال؟ لا ايش قال الله سبحانه وتعالى لموسى؟ لا تخافوا دركا ولا تخشى. اذا القضيتين مختلفات، لا تخافوا دركا ولا تخشى. يعني ما تخافش انه فرعون يدركك ويدرك اللي معك، ولا تتحسب من اي شيء. يعني حتى ما تتخدش انت الاحتياطات علينا احنا، انت بضمانتي الان. هذا كلام مع موسى عليه السلام الرسول المؤيد بالمعجزات، هذا موضوع تاني مش وقته، بس واضح انه اذا في فرق بين خوف وتخشى. اذا لا تخاف دركا ولا تخشى. الان قديش معنى وخشي الرحمن بالغيب؟ في بنصادف مرات بعض الناس، لاحظوا بعض الناس بنصادفهم بقول لك الله رحيم، رحمته وسعت كل شيء. شو يعني؟ مش معقول يعذبنا، ما هو رحيم. وبصير يضربك امثال امي بقول لك ترميني بالنار، بتقول له لا امك لا، بقول لك طب ربي ما هو يرحم. بتصدفهم هذا النوع من ايش؟ على فكره لما الناس بفلسوا وبكونوا غير قادرين بصيروا قال يجادلوك بهذه الطريقه. ايوه. ولذلك قد ما تسمع عن رحمته، قد ما بتسمع عن رحمته دير بالك لازم تخشى، لانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. لا ييأس بالمقابل لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. قد ما كانت معصيته ما بصير ييأس، التوبه مفتوح بابها. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. في المقابل لا يأمن، هذا ما هو اللي بيقول لك رحمته واسعه. شو قصده؟ قصده يطارد زي ما بده في هالدنيا بدون قيود ويرافس وتفاصيل. لانه بيقول لك رحمن. ايوه شوفوا، بدي اقول لكم شيء. اذا قرات الايات والاحاديث التي تتحدث عن الرحمه تقول لا يدخل النار احد، واذا قرات الايات والاحاديث التي تتحدث عن العذاب تقول وتنذر منه تقول لا ينجو احد. ليش؟ لان هذه هي التربيه الحقه، ان يكون الانسان دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. هذه اذا صح التعبير الفلسفه الصحيحه بمعنى اللي لازم يتربوا الناس على اساسها. دائما الانسان لازم يكون بين الخوف والرجاء. مش قلنا قبل شوي لا يأمن مكر الله الا ولا يأس الا اللي هي رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. اما يجي يقول باسم انه الرحمن ورحيم ما يلتزمش، لا خشي الرحمن، خشي الرحمن معناته مش من انتبهتوا. اذا انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خلينا الان بالغيب، بالغيب بالغيب بالغيب. هذا بيكشف عن حقيقة تمايز اهل الايمان عن اهل الكفر. ايش بتميز اهل الايمان مع اهل الكفر؟ على فكرة لما يقال عن الكافرين عن الكافر انه مادي حسي، هو ما بيخافش الا من المحسوس. انتبهوا، ما عندوش قدرة يخرج خارج عالم الحس، هو اللي بخوفه المحسوسات. تجدوهم بخافوا من مين؟ اذا في دول قوية، في سلطة غاشمة، في 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 اشي محسوس هيك، في عضلات قدامه بخاف وبلتزم ويا باي مأدبه.
تمام. المؤمن بايش بتميز؟ المؤمن ماش بتميز. ما هو قبل شوي المؤمن يستفيد من الخلف دروس الخلف لا ويحتاط للمستقبل واصلا يخشى. شو يعني يخشى؟ يعني دائما عنده الاحتياطات. الشيء اللي ممكن بيخاف منه واضع له خلاص مغطي النقطة هون ومغطيها هون ومغطيها هون. صحيح ورحمن بس لازم نخشى. ما هو هون لو في معنى وقت اصلا اذا بدك تعرف الخالق خذ المثال التالي واحنا سبق ضربنا. اسد بهجم هاجم على عم بلاحق غزال. اسد عم بلاحق غزال. بتشوفوها اليوم الصور هاي في الانترنت وفي غيرها. بتلاقوا فيه عنف شديد الاسد وضخامته وبخالبه وانيابه وعنفه ويمسك الاسد. انت تذكر هون بدي اياكم تتذكروا مين اللي خلق هذا الكلام. جبار. اللي خلق هذا الكلام الجبار. طيب لكن الاسد اول ما بيمسك من وين؟ من هون. مين علمه؟ الرحيم. هاي اجتمع الجبروت والرحمة في ان واحد. مين اللي علمه؟ الرحيم. من اول ما يمسك هون ليش بقتل بسرعة قبل ما يوقف. بقتل. طيب مش بس هيك، والاسد والغزال وهو بيقفز بسرعة بيفرز مواد مخدرة. انتوا على فكرة لما تخافوا تفرزوا مواد مخدرة فلذلك لما بتشوف انت انغراس الانياب والمخالب اعرف انه لما خاف الغزال افرزت مواد مخدرة مشان ايش؟ تخفف وطأة ايش؟ الوطأة. تتذكر رحيم، شوفوا عنف الاسد بذكرك في جبار. وهي المواد اللي تفرز المخدرة بتذكرك في ايش؟ رحيم. وهو يمسكها من هون يقتلها بسرعة تتذكر رحيم. ولما بتموت وبيحملها هيك واذا في عنده جراو صغار من اول ما يشوفوه بيفرحوا هيك وبصيروا يهزوا ذنابهم لما يشوفوا ابوهم الاسد جايب لهم ياكلوا. يا حرام، قبل شوي كنا شفقانين على الغزال هكذا صرنا الحمد لله اللي لقيوا ياكلوا الجماعة. رحيم رحيم. وبتشوف بتشوف الجرو الصغير تبعه كيف بنط على ظهره. هل جبار هذا اللي اللي بخافوا منه كل العالم بنط على ظهره ابنه به ايش هذا؟ جبار رحيم. لما بتشوفوا زلزال بيهدم مدينة بكاملها بروح 50,000 رجال نساء اطفال كذا الاخري وبتجد الناس فزعت ورحمة الناس في الانقاذ اجتمع جبار رحيم. تفاصيل طويلة. فما يغتروش الناس. بدك تعرف الخالق وصفاته انظر في مخلوقاته. فيش مزح. بتشوفه دائما جبروت ورحمة في ان واحد بيجتمعوا. اي فكرة بتقول غير هيك مناقضة للخلق. اللي بده يقول بس رحمة هي طب ما هي في جبروت. ما هي مظاهر خلق الخالق. هي مظاهر خلق الخالق. وخشي الرحمن بالغيب. الان بالغيب. الكافر حسي. وهذا من اللي بيجعله ما يحتاط ولا يخشى. حسي. بس بتعامل مع اللي امامه. وحتى هو بيفاجئك بيقول لك ما شفناش. ما لمسناش. ايوه. لا شفت ولا لمست. وعقل. يستنبط. وعقل يعتبر. وعقل لازم تكون بتحس. شو يتميز المؤمن؟ خشي الرحمن بالغيب. لانه ما لك اصلا اي فضل انك تخشى اللي امامك. اذا كانوا بشيك اذا كانوا قدامك مباشرة وتخشى ليش انو بخشاش؟ لما يكون امامك بالغيب. طب كيف عرفته بالغيب؟ ايوه عندي القدرة على اني اخرج من عالم الحس هذا المسيطر علي وعضميري واستنبط شو اللي بيه. لذلك كما قلنا احنا في الدرس الماضي انه لازم يقل مش بس ذكاء عاطفي وذكاء وذكاء ايماني فيه يتميز فيه المؤمنين على كل البشر. انهم اقدر الناس على الاعتبار بالخلف والتوقع في المستقبل والاحتياطات للاشياء كلها. وهو بالغيب يستطيع ان يقدر وبتلاقيه مع انه شيء مش حاضر
احتاط له لانه عارفه. ايش يعني عارفه؟ افقه اوسع، ادراكه هو اعتبر بالماضي بتحسب لمستقبل. اذا هو يخشى الله الرحمن، هو رحمن صحيح بس برضو جبار، ديروا بالكم ها. اذا وخشي الرحمن بالغيب، لانه الكفار ما بيعرفوا غيب ولا بتعاملوا على هذا الاساس، ولذلك يحملوا دائما الى قبورهم، لا هم معتبرين لا بماضي ولا حاسبين للمستقبل ولا هم متعاملين الا مع المحسوس. ايش فضلك في التعامل مع المحسوس؟ ما هو المحسوس محسوس، صادم حسك وانتهى الموضوع. اذا انما تنذر من اتبع، من خشي الرحمن، من اتبع الذكر. برضو هنا لاحظوا مين اذا ممكن اللي بتاثر، لانه هناك قلنا انه بتاثرش، سواء عليهم انذرتهم، يعني التاثير فيهم لانه استخدم عليهم انذرتهم. انما تنذر، مين اللي يتاثر اذا طالما قال هناك عليهم يعني في الاثر؟ مين معناته اللي ممكن تنذره؟ اللي اولا، لانه ديروا بالكم بدون ما يكون في تذكير من وحي، بدون ما يكون في تذكير من وحي ممكن الناس تتوه في المبادئ والشرائع والتفاصيل كلها. وينت بيكون الانذار حقيقي؟ لما بيكون الانسان متبع للوحي اللي هو الذكر، انما تنذر من اتبع الذكر. وكان من اي نوع؟ من النوع الذي يخشى، وفسرنا لكم يخشى، ويخشى حتى الرحمن لحظه وبالغيب. لانه انك تخشى بالمحسوس قلنا واللي امامك هذا مش قضية، انك انت شايف الاسد جاي فتسكر الابواب هذه خشية، شايف الاسد جاي تسكر الابواب خشية مش بالغيب. لكن هو يخشى الله بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.